السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في البداية أتمنى من الله أن تكونوا في أسعد حال، وأتمنى أن تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم إشعار بكل جديد إن شاء الله. الأرصاد تكشف طقس الأربعاء 20 يناير 2021. كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، وأنه بداية من الخميس يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية وتعود الشبورة مرة أخرى، ولكن ليس بكثافة الفترة الماضية، ولكن تبدأ في زيادة الكثافة مع بداية الأسبوع المقبل حتى تصل إلى حد الضباب، وأن حالة الطقس سوف تكون لطيفة يومي الجمعة والسبت، والشمس سوف تكون ساطعة طوال اليوم، وأن فرص الأمطار ستكون اليوم وغدا الأربعاء فقط. وإلى هنا يكون قد انتهى الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.